سارة اسمحين على الطرف الثاني دكتورة نوف سلطان أخصائية نفسية كلينيكية. مساء الخير. مساء الخير يا أهلا ومسهلا. نورتينا. سمعت شوية من الحديث دكتورة؟ احنا نتكلم على آثار السناب شات والمشاهير السناب شات في سفرهم على الناس اللي جلسوا وما سافروا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. كيف حالك دكتورة تارة؟ هلا هلا دكتورة كافي. الله يسعدك. كيف حالك أختي الكريمة؟ حياك الله نورتيني. أنا إيمان المنديل. يا هلا ومسهلا. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير دكتورة. أهلا وسهلا. الله يسعدك. سافرتي أو ما سافرتي دكتورة؟ لا والله قاعدة أتابع سنابين. كيف أثرها النفسي عليك؟ والله أنا سبق وكان لنا حديث مع دكتورة تارة، ما شاء الله دكتورة تارة ما قصرت، لكن نظل نعاني من إشكالية كبيرة أن قضية المحتوى اللي يقدم من السنابيين أصبح يؤثر نفسيا واجتماعيا على أبنائنا. وأصبحنا إحنا كمختصين وكمستشارين أو كأولياء أمور أصبحنا نواجه إشكاليات. أنا لن أتكلم عن المشاكل اللي وردت فيه بسبة السناب شات، لكن راح أتكلم لك عن نقطة ابني أنا. يعني أنا ولدي يجيني يقول لي في واحد أيا كان اسمه فلان من الناس راكب سيارة بنص مليون وهو ما مع حتى شهادة. يعني ما عاد أحتاج الشهادة. ما أيوه، حتى قيمة التعليم أصبحت يعني خلاص كله بيصور. حتى إحنا صرنا نلاحظ الفتيات المراهقات تصور أقل شيء. النساء يعني بعض الأمهات أصبحت تخلي بنتها عارضة طفلها عمرها 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات بحكم أنها تبغى تكسب من الشهرة، لأنها لاحظت. بس دكتورة نوف عفوا يعني عذرا على المقاطعة، ولكن أبغى أوصل حاجة. هدول المشاهير وصلوا لهذه المرحلة، هو ما معه شهادة صحيح، لكن هو وصل بعد تعب. يعني هو سوى شيء، هو لقى نفسه يعني شاطر في حاجة نماها، نمى قدراته فيها. طيب. كبر فيها. طيب أنت إيش وجهة نظرك من هذا أنا الموضوع؟ أنا وجهة نظري معليش، في ناس كثير عباقرة عندنا في الدولة. صح. وفي ناس موهوبين كثير، وين قيمة الموهوبين؟ وينهم؟ والدارسين. صحيح دكتورة، بس دكتورة يعني عذرا كمان ارجع اقول لك، الخطأ مش على مثلا هذا السنابر او هذا المشهور. يعني حتى مثلا الموهوب اذا ما نمى نفسه. أنا أقول لك بنتي، الموهوبين ما قصروا والدولة كذلك ما قصرت في دعمهم. طبعاً. ولكن نحن للأسف مجتمع، يعني أنا أتكلم لك كمستشارة، مجتمع دائماً نبحث عن الشيء الساخر. واحد يقدم محتوى، يعني أنا بسأل دكتورة سارة كم متابعينك؟ كم متابعينك دكتورة؟ وأنت أكاديمية كبيرة لك مركز وتقدم محتوى جميل. سناب خلينا نسمع. تويتر 70. خلينا نسمع رأي دكتورة سارة. أنا سناب 12000 يعني مو كثير. 12000 زاد واحد الحين اليوم ما شاء الله. دكتورة سارة 12000 مثلا، أنا كذلك وفلان من إحنا نقدم استشارات ونقدم علوم مجانية نقول للناس تعالوا، لكن مجرد ما تقدمين ضحكة ساخرة، استهتار، صحيح يعني خلينا نقول بلغة نجد عيارة، كل الناس تستعجل. ما كان قلة ذو القصة ولبسة الثوب، وحتى زي ما قالت الدكتورة اللي قالت أنا قهوتكم والأشياء هذه، وأصبحت أنصاب حتى بناتنا بالوقت اللي إحنا كنا نقول. طب دكتورة نور، من الأثار النفسية هل قد تسبب الانتحار؟ يعني في بعض دول العالم قد تسبب، يعني الواحد يشوف الناس لهالدرجه هذه طالعين عن يعني الاشياء الغير مألوفه، ممكن تسبب انتحار. انت تدرين انا اتكلم كمستشاره. نعم. نسبه الانفصال كبيره، لان المراه صارت تركز. ما معي شنطه نهى نبيل، سوري انا اسفه، ولا ما سافرت، ولا سافرتني ولا وديتني ولا جبتني، اصبح التركيز على المتعه فقط. يعني هي تخرب بيوت كمان دكتورة. نعم. هذا الموضوع يخرب بيوت على مستوى الأسرة، في التربية، في التعامل، في العشرة، في أشياء. نعم. كثيرة، يعني حتى في الإعجاب بفلان من الناس والإرسال له يعني، والتقليل من قيمة أفراد الأسرة، أصبحنا نعاني من إشكالية كبيرة. طب دكتورة الحين الخطأ على مين؟ يعني الخطأ إنه مثلا أنا أشوف مثلا جيجي حديد، ولا إني ما أشوف دكتورة سارة مثلا؟ الخطأ عندي أنا. لذلك في شغلة اسمها تطهير العقل. أنا لازم أرتقي بمحتوى عقلي. إذا ارتقت العقول ارتقت الألسن. صحيح. والعقول ما زالت للأسف لا ترتقي. كلام جميل. فلان يضحك وفلانة ما ادري وش تسوي، يا ليتهم حتى يتابعون فلانة تطبخ ولا تسوي ولا ترتب في بيتها، ما عندي مشكلة، لكن يتابع لك واحد
دكتوره باين انه انت يعني متضايقه، باينك متضايقه من الموضوع. كلنا متضايقين، كلنا متضايقين، ما هو وضع طبيعي. تفضلي دكتوره. جدا جدا، لان اصبح للاسف يؤثر على البيئه، الاولاد والشباب والبنات اللي هم همه امه محمد صلى الله عليه وسلم اصبحوا للاسف بلا همه، همه اني اسافر استمتع، حتى يعني للاسف الاخلاقيات والسلوكيات بدات تنحدر. يعني هل من المحبب انك البنات مثلا يصورون بعضهم وهم طالعين تقول لك انا صديقاتي بس اللي عندي في السناب؟ مستحيل يا بنتي، صديقاتك بس اللي عندك، اصبح ما في خوف. لغه الحياه، يعني انا وياك الان قاعدين نقدم محتوى، دكتوره ساره وغيرنا من الاخوان والاخوات، ولكن هذولي مع احترامي الشديد لهم خليهم يعتبرونه هجوم. انتم لا تقدمون اي شيء للمجتمع. الله يعينكم على السؤال يوم القيامه. اشكرك جدا، كلام جميل دكتوره نور سلطان، يعطيك العافيه.